ولتسليط الضوء أكثر حول مخرجات هذا المؤتمر الصحفي واجتماع وزراء الدول العربية وزراء خارجية الدول العربية، ينضم معنا هاتفيا من الكويت السيد فؤاد الهاشم الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد فؤاد. أهلا بك. يعني بداية سيد فؤاد، نريد أن نتعرف معك عن قراءتك أو قراءتك لمخرجات أو ما تمخض عن هذا الاجتماع اليوم. المؤتمر الصحفي كانت لغته او الوزراء الاربعه كانت لغتهم هادئه وتتسم بمزيد من الحلم وسعه الصدر. ربما ارادوا ان يجعلوا من النافذه الكويتيه مجالا ممكن ان تدخل منه قطر في حاله عاد اليها وعيها. لكن الواقع الحالي يعني صحفيا من وجهه نظري كمتابع اعلامي الدوحة يعني تريد المزيد من التصعيد وتهدف إلى التصعيد أكثر فأكثر. وأتمنى يعني أنه مصر تلعب دورا أكبر في هذا الخصوص. زمان في زمن زعيم راحل جبر عبد الناصر كان هناك غرفة صغيرة في مبنى مسبيرة وداخلها رجل يجلس أمام ميكروفون اسمه أحمد سعيد وكان يهز الخليج والشرق الأوسط بصوته وبتعليقاته. الآن مطلوب من الإعلام المصري أن يكثف الحملات الإعلامية. الآن شعوب الخليج زائد الشعب المصري تعدادهم حوالي 140 مليون مواطن وعوا تماما الدور القدر الذي تمارسه إسرائيل الخليج. نحن نسميها الآن إسرائيل الخليجية وبعيدة تماما عن أنها تكون إمارة قطرية أو إمارة عربية مسلمة. هي الآن نتعامل معهم وهم الآن كيهود جدد جاؤونا باللبس الفشلاشة وبطل الأكيال، لكن تصرفاتهم كلها توحي بأنهم يرتكبون القدسية واليهودية ويريدون تخريب المنطقة بالكامل. وبالتالي علينا أن لا نتردد مطلقا في كشف أكاذيبهم. الشعوب الآن كشفت ووزراء الخارجية اليوم طب يعني عند الحديث عن يعني كلمات وزير الخارجية السعودي والمصري وأيضا الإماراتي والبحريني، أولا سيد فؤاد، حديث وزير الخارجية السعودي سيد عادل لوجبير وتوجيه الخطاب أو كلمة إلى تحديدا تركيا وأيضا إيران، ما هي قراءتك أيضا لكلمة وزير الخارجية السعودي لهذه الرسالة التي وجهها إلى إيران وتركيا؟ رسالة وزير الخارجية السعودي واضحة وقديمة وليست جديدة. هي مبدأ واضح وهو رفض كامل مطلق للإرهاب الإيراني. الآن زاد عليها الوقاحة التركية. تخيلي لما تشبه الإرهاب الإيراني مع الوقاحة التركية زائد العقلية اليهودية القطرية، فماذا يمكن أن ينتج عن هذا الكومبينيشن أو عن هذا التجاوز؟ بالطبع المشكلة قائمة ومستمرة وقطر مستمرة بالكامل بمخططها لكي تريد أن لا تشكل حكومة في مصر أو السعودية أو الإمارات أو البحرين إلا بموافقة الحمدين في الدوحة. يريدون أن تكون الدوحة هي كما كانت سوريا تعامل لبنان. لا يمكن تعيين وزير في لبنان الا ان يمر عبر موافقه دمشق. هم الان يريدون ان يكونوا دمشق ونكون كلنا لبنان ونتعامل. وضحت هذه النقطة السيد فؤاد الهاشم الكاتب والمحلل السياسي، ويعني السيناريوهات التي تلوح في أفق قطر ستتكشف بالكامل في الأيام القليلة القادمة. نشكرك جزيل الشكر.